أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر بعض المفسرين في اللمم أنهم يقول ذكر بعض المفسرين في تفسير اللمم أنهم الذين ارتكبوا الكبائر والفواحش قبل دخولهم في الإسلام، فما هو وجه قولهم هذا؟ لا أعرف هذا ولا رأيته. الكبائر ما تسمى لمم، فرق الله بين الكبائر واللمم في هذه الآيات. نعم.